أحسن الله عليكم. يقول السائل: بعض النسوة هداهن الله يوزعن في هذا الجامع المبارك الوصية مكذوبة عن الشيخ أحمد حامل مفاتيح حرم الرسول صلى الله عليه وسلم، ويذكر فيها أن من اطلع عليها ولم ينشرها فإنه يحرم من رحمة الله إلى آخره. نرجو التوجيه وجزاكم الله خيرا. هذه الوصية ظهرت قديما من أكثر من 100 سنة في مصر، كما ذكرها الشيخ محمد رشيد رضا في مجلة المنار، ذكرها في وقت مبكر، وأهلها يروجونها، ما انقطعوا عن ترويجها إلى الآن من أكثر من 100 سنة، لأنهم أهل خرافة وأهل ضلال، ويريدون أن تنتشر هذه الخرافة. وفيها محاذير شديدة، فيها أولا الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا يقول أن الرسول قال لي كذا وكذا، فهو كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا فيه الكذب في الرؤيا، ولا يجوز الكذب في الرؤيا، أن يري الإنسان عينه ما لم ترى ويقول: رأيت في المنام كذا، وهو كذاب. ثالثا فيه التضليل للناس، وإلزامهم بما لم يلزمهم الله به لترويج هذه الفرية، وأن من نشرها يحصل على كذا وكذا من الفوائد، ومن لم ينشرها فإن عليه عقوبات. هذا كله من الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب إتلاف هذه الفرية وهذه الأوراق، ولا يجوز لمسلم أن يروجها وأن ينشرها، ولا يتأثر بما فيها من الوعود أو ما فيها من الوعيد، يعتبرها كذب وافتراء، فيمزقها ويتلفها ويحذر منها. هذا هو الواجب على المسلمين رجالا ونساء. نعم.